زي ما الكورونا ليها أضرار ليها فوائد وفوائد كتير كمان. ريحتك يعني من معظم مشاويرك الرخمة وبقيت تقدر تخلصها من البيت، ما بقيتش تسمع يعني انت رقم كام في الطابور ولا معلش خليني ادخل قبلك اصل خالتي بتموت ولازم الحقها. ريحتك كمان يا عم سعفان من كل سنة وانت طيب بكل انواعها. ريحتك من كملة يعني افرح بيك امتى وامتى هتخلفه اللي كانت بتتقال في كل تجمع عائلي من الناس الرخمة، وانت كمان متأكدة انك لو اتجوزتي ولا خلفتي لا هيفرحوا ولا هينقطوا. ريحتك كمان من زحمة المواصلات وبقيت تشتغل من البيت، والأهم إنها ريحتك من إنك تقابل الناس كنت بتعمل لهم ألف حساب عشان تواجههم فيس تو فيس. إيه يا بابا روحتي؟ إيه الطريق كان حلو؟ لا إنتي أحلى. آه اتغديت. لا 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 خلاص بقى أنا بطلت سجاير أصلا. آه هتعملي إيه دلوقتي؟ هتنامي؟ طيب خلي بالك من نفسك ونامي حلو. ها يا نهار ازرق. بقول لك ايه الزوم ميتنج شكله بدا، انا هروح اقلبهم كده بسرعه وارجع لك. يلا باي باي بوب باي بوب. اي سويري يا عبدو لو صوتك طلع معايا في الميتنج نوريك شغلك. انا دلوقتي قافله الكاميرا والمايك، افتح الكاميرا والمايك اما اقول انف يبقى انف. يعني يا نونو يا حبيبتي دلوقتي احنا متصلين بالانترنت. ايوه يا بابا والله المايك شغال وهم سامعينك. انت عاوز الميتنج بكام؟ اخس عليكي يا جزمة، يعني انا اربيكي واصرف عليكي دم قلبي علشان تيجي في الاخر تحاسبيني وتقولي لي بكام؟ يا بابا اقصد بكام، يعني عاوز الميتنج بكاميرا. طبعا يا حبيبتي عشان اشوفهم ويشوفوني. امال انا رابط الكرافته ليه؟ يلا افتحي. شوف القردة الصغيرة بتعلم باباها ازاي نوتي قوي. القردة سمعاكي يا طنط مامة عبدو، الكاميرا والمايك مفتوحين. حبيبتي تاتش وود عليكي يا رب، يا رب ابني عبدو يبقى زيك. يا صباح الخير. الو يا استاذ فهيم يا حبيبي. يا جماعه هو انا كده جوه؟ يا جماعه بعد اذنكم دخلوني انا زي ابوكم. بالصوره دي انت جوه قوي. بس يا بنت بس ايه بيسمعك يا حبيبتي؟ مش شايفه داخل بمناخيره قريب قوي ازاي؟ الو الو يا بابا شكله مش عارف يفتح المايك ولا عارف يفتح المايك ولا عارف يشتغل وشكله هيمشي قريب. بابا خلي بالك هو سمعك حادي بس انت مش سمعه. والله يا دني حبيبي مش كنا اتقابلنا في الشركة احسن؟ ابقى اخصم لنفسك يومين بقى حبيبي بالمناسبة الجميلة دي. يا جماعة وانا كده جوه؟ يا جماعة بعد اذنكم دخلوني انا زي ابوكو. ايوه يا فندم انا موجود وسمعكم وشايفكم بس انتوا مش هتقدروا تشوفوني. يا جماعة انا هنا. معلش يا فندم اصل الكاميرا عندي فيها عطل. يلا يا بابا ابدا عندي درس اونلاين كمان شويه وبالاي كيو بتاعك ده هنخلص على الترم الثاني. بس كت عادي هنا في العماد زقوش. اهلا بيكم متابعين الجمال في كل حته ببلدنا، وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وما تنسوش تدوسوا على السكرايب وتلعبوا الجرس. بابا بتقول ايه مش كده يا بنتي؟ ما هم اللي بيطلعوا لايف بيقولوا كده كلهم. مش بس اسكتي. بنتي يا جماعه الادمن بتاعي وهي اللي ماسكالي السوشيال ميديكال كلها، صح كده؟ سوري بس يا جماعه هستاذنكم هقفل وهرجع تاني بعتذر. اتفضلي. قلت لك 100 مره يا بودي تتعلم تشطف نفسك، انت مش صغير زي ما بتعرف تعمل نمبر 2 لازم تتعلم تنظف نفسك. بلاش هم بقى انا هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي. سوري يا جماعه معلش كنت بس بجيب النوت بوك بتاعتي عشان اخد بوينتس. نمبر 2 يا جماعه. افندم نمبر 2 في الاجتماع النقطه نمبر 2 ربنا ستر حليم. ايه يا جماعه في ايه نمبر 2 ثاني؟ سوري يا فندم. وهي يا ابني علشان الكاميرا فيها عطل تقوم تكلمنا من اي حته عيب كده. بشرف يا فندم انا بكلم حضرتك من على مكتبي. تعرفي تخترقي لي حساب الواد ده وتعرفي بيتكلم منين؟ بابا انا لو اعرف ما كنت سقطت مرتين في جريد 4. انا بنتك مي مش شامينج. وريتي فين كده يا مي يا بنتي. عصرني يا فندم مش قادر. حوليني رجعي لي تاني بني ادم. الله يا فندم وشك احمر ليه كده؟ معلش يا جماعه اصل انا هعطس مش قادر كاتشب. تصدقي ان انا هترشق من الغيظ هعمل ما
متحولين بكره كلكم للتحقيق يا جزم. اجتماع لحم ودم حقيقي في الشركه. انت يا بنت تعالي هنا اقفلي لي الزفت ده وحولي نفسك للتحقيق معاهم علشان انا غلطان. ايه ده؟ مفيش حد يا جماعه. جماعه رحتوا فين؟ خرجوني من هنا. الو الو.